إذا الآن رح نأخذ هذا الفايل ونحوله الآن من resistive pure resistive load رح أحوله إلى حتى أعمل هيك رح أرد أكبس على ال RLC branch اللي هون إيش رح أحوله الآن RL خلينا نأخذه RL و RL رح أعمل هذه من هون أنا حاسبها تقريبا بحيث أن تكون الفيز أنجل حوالي 45 درجة طبعا هذه هون هلا صارت inductive load لما نقول احنا اندكتيف لود مش يعني انه هو بيور اندكتيف ايش يعني عاده في الباور الكترونكس والماشينز لما نقول اندكتيف لود معناها في شويه ريزيستنس وفي شويه اندكتنس يعني التنين هذا هيك معناها تعبير اندكتيف لود هلا شو الزاويه لازم تكون كيف بقدر اعرف اللود انجل تبعت هذا اللود شو بدي اعمل بدنا نعمل حسابات لو بدي اعملها قصدي بايدي اول بدنا نعملها بايدي قبل ما احسب على الهاي شو لازم تكون الحسابات تبعتهم احنا عندنا قديش الفريكونسي بتهمني الفريكونسي مش هيك ليش بتهمني الفريكونسي عشان اوميجا اذا عندي زد تبعت هذا اللود بدها تساوي ار زائد جي اوميجا ال وتساوي ار بتساوي 10 زائد جي هلا اوميجا بدها تساوي 2 باي في اف 2 باي في اف عندي 2 باي في 50 في 32 ملي هنري انا حطيتها 32 ملي هنري ملي هنري يعني 10 تو ذا ماينس 3 10 to the minus 3 بيطلع معي هذا تقريبا 10 جي ايش وحدة زد؟ اوم اذا راح تكون زد عندي بتساوي 10 تربيع زائد 10 تربيع 10 جذر 2 هي جذر الهاي هي تقريبا بتكون تقريبا 14 على الزاويه قديش تقريبا راح تكون 45 45 10 و10 الحسابات بالضبط بتختلف شوي بس هذا تقريبا اذا شو لازم تكون الزاويه الان ما بين الفولتج والكرنت 45 درجه لازم تكون ناقص 45 درجه لانه لما باخذ اي الان اي بتساوي بتساوي في على زد عندي طبعا هذه 100 البيك تبعها على جذر الاثنين في على زيرو على 14 على 45 فرتطلع زاوية الكرنت ناقص 45 خلينا نشوف انه هذا الكلام صحيح ولا لا رح نعمل رن خلينا نتأكد انه حطينا هون احنا بس 32 ملي هنري مضبوط 32 ملي هنري 32 اي تو ذا ماينس 3 وهذه هون 10 نعملها رن هلا حتى نتاكد من الزاويه خلينا نعمل زوم هلا الزوم بتقدر تعمل طرق ثلاث طرق الزوم هون اذا بتعمل زوم بتعمل زوم ريكتانجل اذا بتعمل زوم على هاي بتعمل زوم اكس اكسس او واي اكسس خلينا نعمل زوم الريكتانجل الان اذا اخذنا المنطقه هاي هلا وين الفيز انجل بدها تكون هي مضبوط هل هي لاجنج ولا ليدنج مين الكرنت الكرنت اصفر والماجنتا هو الفولتج هاي الزاويه وين الزيرو كروسنج تبعت الفولتج مين اجى قبلها ولا بعدها هذا بعد ما الزلمه هون صار صار الكرنت هون لا هل هو 45 45 هلا هو عندي الفتره الزمنيه هاي بينهم هي 0.005 يعني هي 5 ملي سكندز ايش ال 5 ملي سكند 5 ملي سكندز مضبوط عندي 5 ملي سكندز فتقريبا الانجل الهيرج عندي هون اقل من 5 ملي سكندز نص ال 5 ملي سكندز مش هيك؟ لانه هاي كلها 5 ملي سكندز مضبوط؟ باخذ ال 5 ملي سكندز كم درجه؟ ال 20 ملي سكند كم درجه؟ 360 2 باي عندي ال 20 ملي سكندز بتعادل 360 درجه ال 5 ملي سكندز بتعادل 90 درجه نص ال 5 ملي سكندز اللي هي 2.5 ملي سكندز شو بتعادل؟ 45 اذا شغلنا صحيح لانه هاي زيرو كروسنج هاي وهي زيرو كروسنج بس مش سالب هي متاخر يعني الزمن لوين بيمشي عماله هون؟ هيك مضبوط مش الزمن هيك اذا اللي بيحصل هون قبل اللي حصل هون مش هيك؟ اذا هذا متاخر عن اللزوم هو ناقص ال 45 ديجريز هذا بالنسبه للاجين كرنت
قيمة الكرنت قديش لازم تكون من حساباتنا اللي هون مفروض كبيك طبعا لو حسبناها كبيك لازم نقسم بي فكبيك رح تكون 10 على 14 مش هيك؟ كار ام اس شو رح تكون؟ 10 على 14 على جدر 2 10 على 14 تقريبا قديش؟ هي القيمة هاي اللي عم تطلع معنا تقريبا 7 مش هيك؟ تقريبا 7 امبير من هون نبدأ مع بعض اه ليش طيب؟ هذا سؤالي كويس شايفين ايش بإيهاب بقول؟ طلعوا ستارتنج شو صار عندي؟ ستارتنج هلا هذا هون السمبل سيستم ميزته انه في ترانزيت بعطيني ترانزيت باخذ انيشال كونديشن كانت بتعطيني انيشال كونديشن اذا بدك ستيدي ستيت وين لازم تروح؟ تحاول تاخذ قيم بعدين هي هون وصل ستيدي ستيت هذا هون بس ببدا انيشالي ببدا من وبعمل في سيميليشن للترانزيت كانك تخليه يبدا من قيمه معينه وبعدين تكمل لانه هون لسه هاي مش بالضبط 45 درجه لكن هون اذا بتطلع هلا صارت عندي وصلت 45 درجه ماشي واضح يا شباب الهاي هلا ايش ممكن نعمل كمان ممكن نحول هاي ل كاباسيتيف لود ار سي راح اخذ القيمه تبعت ار سي راح اخذها 320 مايكرو فرد نفس الشيء انا عامل حسابات منهم بحيث تكون الزاويه تقريبا 45 درجه بس ايش الاختلاف الاساسي راح يكون هون راح تكون ليدنج هلا الكارنت راح يكون ليدنج طلع هون هلا رح نعمل زوم المنطقة هاي رح نلاحظ عندي هون وين الزيرو كروسنج تبعت الفولتج؟ هاي الزيرو هاي الزيرو كروسنج تبعت الفولتج وين الزيرو كروسنج تبعت الكرنت؟ إذا الكرنت ليدنج فولتج لأنه طبعا هذا هون كاباستر الإمبيدنس تبعت الكاباستنس ايش المعاملة المعادلة تبعتها؟ كيف بحسبها؟ تبعت سي واحد على جي اوميجا سي اذا زد او اكس اكس سي بتساوي واحد على جي اوميجا سي واحد على جي شو بصير؟ واحد على جي بتساوي ماينس ماينس جي ماشي وقف لي الهاي يا جماعه